بس هو راجل حويط مش هيفتح اي لينك يتبعت له كده وخلاص من رقم ما يعرفوش. يوه امال هنعمل ايه؟ في واحد اسمه عبد العال، هو المقاول اللي بيبني له دار الايتام، اكيد دايما بيبعت له لينكات وصور وحاجات كده. ايوه. الو. ايوه يا ريهام طمنيني، مفيش اخبار؟ سليمان قاعد يلف كده شويه بالعربيه كانه بيحاول يتوه حد بيراقبه، وبعد كده راح مكان في وصل الدهشور. طيب تمام، خليكي وراه.